بعضمة لسان، رد سعودي عنيف على أكاذيب ميدو. بصوا المسألة، كان ممكن جدا أحمد حسام ميدو ده وهو بيتكلم هنا في برنامجه اللي هي قناة عامة المفترض وقناة وطنية، لكن خلاص دي نافذة خصصت باستمرار ضد النادي الأهلي. لو الكلام في الداخل يمكن قبول الرد عليه وعدم حتى التعرض ليه، لكن إن الكلام ده رقم واحد يتقال في قناة سعودية ولجمهور سعودي وأمام محللين سعوديين وفي مناسبة تتعلق بالدوري السعودي، مفيش أي حاجة تقول إن النادي الأهلي يدخل في جملة مفيدة. فإنك تدخل الأهلي في جملة في استوديو بيحلل الدوري السعودي وبإدعاء غريب وعجيب ومسيء للنادي الأهلي، لا، لازم نقف ونقف بوضوح شديد. عشان كده خلينا نسمع الأول أحمد حسام ميدو وهو موجود مع الإخوة السعوديين في استوديو القناة الرياضية السعودية، قال إيه علشان نقدر نتكلم. طيب هذا من السؤال في هاشتاج دورينا غير حسين عبد الغني، بيقول سؤال الجميع، هل يستطيع الاتحاد بهذه التشكيله الحصول على بطولات وخاصه يحقق نتائج بكاس العالم للانديه؟ هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. هيتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف ايه توقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك على كبر، الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اثنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه الونش وعبد الله جمعه باك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كان، خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري محمد نور. يعني يا استاذ ابراهيم كان ينصح بخفه ظل، مش عارف يعني ايه اللي كان مضحك في الامر. طيب يعني بس عايز اقول جمله وخد، بتنصح الناس انه يقرا القران وانت ما كنتش بتقرا القران ولا ايه؟ طيب عشان الامر يا جماعه، لان انا فعلا تقديري للامر اخطر ما فيه ان انت بتخاطب جمهور مختلف فبترسم صوره ذهنيه مسيئه جدا عن النادي الاهلي لدى الاشقاء. بقول لكم لو الكلام ده اتقال في الداخل هيلاقي ناس كتيره تفنده وترد عليه، لكن لما يبقى ده الترويج للنادي الاهلي خارجيا عند الاشقاء هم ما يعرفوش تفاصيل، بس ميدو اللي بيقوله لهم ده كذب رقم واحد، وكلامي أرجو أنه يكون مسموع لدى الأشقاء في السعودية وجمهور قناة الرياضية السعودية. هي دي قناة، ده استوديو خاص بمباراة للأهلي ولا إيه؟ ليه بقول لكم ده الكلام كذب؟ لأنه هذه المباراة اللي الأخ ميدو بيتكلم عنها غاب من الزمالك بسبب كورونا الونش وعبد الله جمعة، بس هو كذب عليهم ما قال لهمش أن النادي الأهلي في نفس المباراة بسبب نفس الكورونا غاب ثلاث لعيبة من غير لا يقرا قران ولا يقرا احاديث. النادي الاهلي في هذه المباراه اعتقد اللي هم بيقولوا الونش وعبد الله جمعه واحسن باك ليفت، لا ده اليو ديانج احسن لاعب وسط مدافع في افريقيا كلها. المباراه اللي بيتكلم عليها غاب عن الاهلي اليو ديانج ووليد سليمان زي ما غاب عن الزمالك الونش وعبد الله جمعه وصالح جمعه، يعني حتى صالح كمان هو راح. وبعدين يعني دي اول كذبه، وارجو ده يكون واضح للاشقاء في السعوديه انه الترويج الخاطئ ورسم صوره ذهنيه غير حقيقيه عن النادي الاهلي، تعرفوا انه الراجل ده يقول جاي يبيع لكم بيعه كذبه، عايز يقول يا استاذ جاي يدعي بادعاءات باطله، عايز يقول يعني ان عايز يقول حاجتين، ان الاهلي عامل يعني حاجه ادي الثلاثه والثلاثه. بص ساعتها يا باشمهندس عشان بنفكر الناس، ادي الغيابات اللي كانت عن القمه بتاعت 2020، ده اليوم السابع ابرز الغيابات عن القمه بسبب مسحه الكاف. خدوا بالكم ده اللي عمل المسحه للاتحاد الافريقي، اليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعه وعبد الله جمعه واوباما
والونش والزمالك. عايز يقول لي بقى هنا ان الاهلي يعني بالسحر اثر على دول بالظبط، واكتر من كده ان الزمالك عشان كان عنده غيابات. نفس فكره انك تضحك على نفسك ما يجي يقول لك كوره زيزو اللي في العارضه، هي كوره زيزو اللي من بره 18 في العارضه اللي غيرت الماتش، ولا كوره حسين الشحات اللي مسك سيارب في الجون الفاضي واتحطت في العارضه؟ هي دي مش عارضه ودي عارضه؟ منين اسهل؟ انما خلاص نسوا الناس ان حسين الشحات كان ليه كوره في العارضه والجون فاضي مسك سيارب. هي دي المشكله الحاح يا استاذ ابراهيم اللي لازم يترد عليها باستمرار. طيب هل الاهلي يعني الزمالك عنده اصابات عشان الاهلي بيعمل له عمل وبيسلط الاعمال السفليه تعور لعيبه الزمالك، لكن الاهلي لا؟ الاهلي في الثلاث سنين اللي فاتوا اكثر فريق تعرض لاصابات في العالم. اتعملت حتى كان في مصطلح اعلامي مستشفى الاهلي، مستشفى الاهلي فيها مين؟ خدوا بقى كتير، خدوا كتير من كل، وعلى فكره اصابات يعني طويله المدى. انتوا بتتكلم ان لسه كريم فؤاد واكرم توفيق راجعين من رباط صليبي بقالهم سنه. بتتكلم على محمد محمود الراجل مرتين رباط صليبي ومشي. فانت مفيش فريق اتعرض. وحمدي فتحي جاب ست شهور. كل دي اصابات خطيره جدا اتعرض لها. انا الكلام اللي يعنيني جدا للاشقاء العرب عشان يشوفوا ان حد رايح يروج لهم كذب ضد النادي الاهلي علشان يرسم صوره ذهنيه خاطئه جدا على النادي الاهلي، وان عانينا كتير قوي من تصدير صوره سلبيه عن الاهلي في الخليج بسبب برضه صحفيين واعلاميين. محدش ابدا ينفع يسكت على حاجه زي دي تتهم الاهلي بانه بيعمل عمل. ميدو كما لو كان واقف قدام المرايه في القناه السعوديه، لانه تقريبا شاف نفسه هو بنفسه بعظمه لسانه وهو بيحكي ويقول مين اللي بيعمل عمل ومين اللي بيلجا للمشايخ ومين اللي حاطط جوه الجهاز الفني لفرقه نادي الزمالك. وميدو مدير فني على فكره، مدرب مساعد وشيخ مساعد وشيخ عام راكب الاتوبيس. اللي قال كده مش النادي الاهلي يا كابتن، اللي قال كده انت نفسك بعظمه لسانك، ولو كنت ناسي نفكرك. استدعاني رئيس النادي واحنا كسبانين اربع ماتشات، رئيس النادي قبل مباراه سموحه ب 72 ساعه انا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته، وطلب منا طلب انا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كره القدم. ايه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. لا 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 دي واحده قلت زي ما بقول لك يا عم. لا قلت لي ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق، انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال. انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل، وان الراجل بيفكر بهذا الشكل، وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكوره وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها، فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول، ده مش موجود في الكوره. لان انت لما بتعمل كده يا عمرو بتخلي اللعيبه تركز في الموضوع ده. احنا معمول لي عمل ده عشان الجوانه، انت فاهمني؟ يعني بالله عليكم يا كابتن ميدو يا اشقائنا في الاعلام السعودي، الرد جالكم من الكابتن ميدو اللي سخر من فكره الرئيس النادي بيقول له العمل والسحر، قال له كوره ما فيهاش الكلام ده. هو كابتن ميدو اللي اتغير 180 درجه لمجرد اقترابه من فكره انه يكون مؤثر في سياده النادي الاهلي، وعشان كده بقول لك نادي الزمالك عشان كده بقول لك استاذ ابراهيم، ليست بغياب الافراد ولكن بغياب الثقافه التي تم زرعها هو نفسه تاثر بيها. تخيل بقى انه لما حب يقرب ويكون مسؤول في نادي الزمالك اضطر يعني يلغي كل الكلام اللي قاله قبل كده وكان بيتحكم بيه وكان بيقول له في حاجه اسمها كده، في رئيس نادي يعمل كده، لكن هو راح يروج ان النادي الاهلي بيعمل كده. على فكره يا كابتن ميدو يعني الاهلي يعني اشمعنى اثنين لعيبه؟ طب ما يعمل عمل للفرقه اخوها كلها. ده كلام هل انت
وانت غير مقتنع بهذا الكلام وحبيت تعمل ان انت الرجل المثقف المحترف اللي جاي بثقافة أوروبية بتسخر من هذا الكلام، ايه اللي غيرك؟ واجه نفسك، لان طبعا الناس برضو تاني وتالت اللي عماله تقولوا انتوا ليه بتقولوا كده وازاي تقولوا كده، احنا بنقول كده رد. طب واحنا نعمل ايه؟ واحد بيعمل هذا الادعاء وبيروجه للاساءه للنادي الاهلي، يعني نفوته ولا نسكت ولا نعمل ايه؟ وده راجل كاد ان يترشح رئيس لنادي الزمالك، هو قدم نفسه فتره من الفترات كده انا رئيس نادي الزمالك القادم وانا احط ايدي في ايد المستشار مرتضى عشان صالح الزمالك، وانا وانا وانا. اذا هو يجهز نفسه ان يكون قياده، مش على حساب الادعاء وتشويه الصوره والعبث بهذا. دي عربده ذهنيه انك انت تاخد الافكار اللي انت مش مؤمن بيها عشان تروج، عشان تقدر تستفيد منها، عشان هو استفيد منها. هو اللي قال ان ده كلام فارغ، هو اللي قال ده كده. طيب هو يعني المفترض ان الاستوديو ده استوديو للدوري السعودي، الهدف نوع من التقرب لاتحاد جده، لو عايزين تكسبوا الاهلي. وانا هنا برضو اتوقف عند حته، لو اي صحفي مصري رايح يقول لنادي سعودي او اماراتي او كويتي لو عايزين تكسبوا الزمالك اقول لكم تكسبوه ازاي؟ روشيت اهي. ايه ده بقى؟ فين العلاقه؟ فين المصريه؟ يعني حتى ده ما يتقالش بالطريقه دي علشان اتقرب للاعلام السعودي وللاستوديو السعودي، يبقى الكلام بهذا الشكل لدرجه انه الكابتن محمد نور نجم الاتحاد قال له لا، طب ما احنا لعبنا ضد الاهلي قبل كده وكسبناه. يعني عايز يقول له كانوا فين المشايخ؟ لكن كمان ميدو مفكره وهو بيشاور اكتر على الراجل الشيخ اللي كان عضو الجهاز الفني للزمالك وتقريبا كان بياخد مرتب زيه زي المدربين. ده كلام ميدو بنفسه اللي اعتقد ما نسيهوش، بس هو اعتمد على انه الاخوه في السعوديه ما سمعوهوش. نسمعه له. الراجل ده كان بيتدخل في عملنا بشكل مباشر، بس ده طبعا غير ان هو كان بيقول لنا ان في لعيبه معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوذه وطالبنا ان احنا ما نلعبهمش. ثلاث او اربع لاعبين بشكل مباشر وحازم موجود قدامك، يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم. وسوده منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش الودار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه يا سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات، بيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا، وبقسم بالله العظيم وحياه اولادي ان مرتضى منصور طلب مني ان انا ما اشركش لعيبه عشان معمول لهم سحر وشعوذه، وبقسم بالله تاني ان كان في شيخ متواجد بيتحكم في كل الامور ومين يلعب ومين ما يلعبش. السنه اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراه لنادي الزمالك، وكان بيتقاضى الاجر لنادي الزمالك. طيب احنا دلوقتي لما بنسمعكم هذا الكلام والراجل بيقسم بالله انه كان من احد اعضاء الجهاز معاه شيخ بيقبض 7-8000 جنيه في الشهر في الماتش. في الماتش، في الماتش، شيخ محترف واضح يعني في الماتش. ده كان عاملهم هم بقى عمل انهم يدوا له هذا الماتش في الخصم، وكان مستنكر جدا وبيشير اشاره واضحه ان الاستاذ مرتضى منصور كان بيعمل 1-2-3 في استنكار واضح تماما وبيقصد. عشان الناس بس لما بنيجي نقول كل واحد بيتاثر بثقافه المكان واللحظه، ها بيزعلوا. الثقافه دي اثرت انه وصل ان هو دلوقتي نسي كلامه واصبح بيتكلم ان الفوز ياتي وعشان الاهلي. خلي بالكم اقروا قران، اصل كابتن ميدو الصدار ما كانش بيقرا قران ولا هو ولا حازم امام. يعني حتى الروشتة اللي بيكتبها هو ما خدهاش. يا كابتن ميدو
انت تعلم والله، وانا قلت 100 مره حتى الاستاذ ابراهيم بيقول لي مش قوي كده، ان انا كنت حاطط فيك امل شكله ايه وبحبك بشكل شخصي، ولكن انت مش سايب فرصه للواحد حتى ان يامل خيرا طول ما انت بدل ما ترسخ ثقافه الصح والغلط والقيم والثقافه الحقيقيه اللي كانت عندك الاحترافيه، لا ده انت انجرفت الى ثقافه لحظيه الزمالك نفسه بريء منها، لان ده مش ممكن يكون المنهج اللي هتستمر عليه كابتن ميدو انت واي حد عايز يقود نادي الزمالك، ان تبقى الفكره دلوقتي ان الاهلي بيعمل سحر. وانت ما جربت السحر، طب عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟